لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نبي الله داود وكان عمره 16 سنة، ما زال شاب. وداود عليه السلام هو من ذرية إبراهيم ومن ذرية يعقوب، وهو داود ابن إيشيا ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. خرج لجالوت. ولاحظوا معي أحبتي في الله، كنا نذكر أن بين النبي والنبي سنوات طويلة، آدم وما جاء بعده من الأنبياء، نوح وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، كان بينهم مدة من الزمن. لما ينتهي النبي يظل الناس مدة من الزمن بدون نبي، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى نبي جديد عندما تفسد العقائد والأخلاق. بني إسرائيل ما عندهم فتشة، ليس هناك بين النبي والنبي مدة من الزمن، نبي وراء نبي، وقد يظهر نبي في زمن نبي. فنلاحظ أن الأنبياء يأتون في زمن واحد، قد يأتيهم كثير من الأنبياء كما ذكرنا في الحلقات الماضية. كلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلما مات نبي قام نبي على طول مباشرة، حتى لا يكون لهم عذر بين يدي الله، لأنهم أشد الناس والأقوام عصيان ومراوغة. فلذلك نبي وراء نبي. الآن داود عليه السلام، هذا قصة داود أول ما خرج وأول ما ظهر، وهو من الناس المؤمنين الذين صمدوا مع طالوت. فخرج داود. داود كان ماهرا في رمي المقلاع، والمقلاع هو عبارة عن قطعة قماش على كبر كف اليد ومربوط بطرفيه بخيطين، طرف اللي على اليمين والطرف اللي على اليسار مربوط بخيطين خيوط، ويوضع في هذا أو في هذه القطعة من القماش الحجر، ثم تجمع الطرفين، تمسك الطرفين بيديك وتلف هذا المقلع كما نراه في بعض الأحيان لما يقاتل الشباب الغلمان في فلسطين يقاتلون اليهود، تلقى معه المقلع ويلف المقلع ويرمي به. داود عليه السلام كان ماهرا، فخرج لجالوت. فقال جالوت لما رآه، قال يا غلام ارجع فإني لا أحب أن أقتلك. فقال داود عليه السلام بل أنا أحب أن أقتلك. فتقدم جالوت غضبا، أنا أقول لك الآن ما أريد أن أقتلك، وروح ارجع أنت سالم، وأنت تقول تريد أن تقتلني؟ فتقدم جالوت وهو غضبان. فقام داود وقد وضع في المقلاع ثلاثة أحجار، ثم لفها بشدة وأخذ يفرها من فوق رأسه بشدة بقوة، ويلفها 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 بقوة، ثم أطلق الحجارة الثلاثة، أطلقها بشدة حتى وقعت مباشرة في جبهة جالوت. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رماه رمية ضاربة قاصفة قاصمة قاتلة، فأرداه قتيلا، نسفه نسف من فوق حصانه على الأرض، وإذا به جثة هامدة. رمية نبي، مو رمية إنسان عادي، مو رمية شخص، رمية نبي، الله الذي رمى فقتله مباشرة. فدبت الفوضى في جيش جالوت لما رأوا القائد قتل من أول ضربة، وبضربة غلام وبحجر يسقط هكذا قتيل، دبت فيهم الفوضى وخارت معنوياتهم. فاستغل طالوت ومن معه هذه الفوضى في جيش العدو، فانقضوا عليهم مرة واحدة فهزموهم شر هزيمة،
يقول الله سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. هزموهم بإذن الله، بإرادة الله. ولو كانت بالعدد والعدة، إن كان جيش جالوت ومن معه، جيش مدجج بالسلاح، كثرة وعدة وطالوت ومن معه قلة، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم. ثم أنه أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. بعد مدة من الزمن قليلة، بعدما استقر بنو إسرائيل في بيت المقدس في الأرض المقدسة، أقاموا فيها بعد أن هزموا عدوهم، بعدها بفترة قليلة مات طالوت، وكان قد وفى بما وعد به داود، زوجه ابنته، ثم أن داود ورث الملك من بعده، وأصبح داود له مكانة في بني إسرائيل، ذلك لما آتاه الله من الحكمة والعقل والرزانة والقوة والشدة، وكان سببا في نصرهم بعد الله سبحانه وتعالى في تلك المعركة الفاصلة. ومن هنا اجتمعت النبوة، حيث بعثه الله سبحانه وتعالى إليه النبي مع الملك، حيث ملكه الله سبحانه وتعالى عليه، فأصبح نبيا ملكا، نبي وملك في نفس الوقت. أما صفاته الخلقية أيها الأحبة الكرام، فكان قصيرا، داود عليه السلام كان قصيرا، وكان أزرق العينين، قليل الشعر، طاهر القلب، قلبه نقي، ولذلك أحبه الناس واجتمعوا من حوله، وما يأمر بأمر إلا وينفذونه. وهنا بدأ داود يأخذ مكانته في بني إسرائيل ويحكمهم. ثم أن الله سبحانه وتعالى أيده بصحف وكتب أعطاه الله إياه، أنزلها عليه، سميت بالزبور. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتينا داود زبورا. وقد كان أيها الأحباب الكرام لداود عليه السلام صوت جميل شجي مطرب، الذي يسمعه ما يسعه إلا أن يقف إجلالا واحتراما وخشوعا لصوته، حتى الجمادات تأثرت بصوت داود عليه السلام، بل أقوى الجمادات تأثرت بصوت داود عليه السلام، فإذا قرأ بذلك الصوت الشجي، قرأ الزبور، قرأ الكتاب الذي أنزل عليه عليه السلام، إذا بدأ يقرأ بصوته الجميل بأدائه الجميل، أخذت الجبال، شوف الجبال أقوى المخلوقات وأعظم المخلوقات التي خلقها الله، الجبال بدأت تردد معه وبدأت تسبح معه طربا لصوته وخشوعا لقراءته عليه السلام. وكانت الطير إذا مرت من فوقه وهو يقرأ وقفت في الهواء، وقفت في السماء كأنها متجمدة تستمع إلى هذه القراءة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. الله أكبر، الجبال تسبح، نعم أحبتي في الله، الجمادات تسبح، كل شيء يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. احنا تسبيحنا نحرك الفم ونحرك اللسان ويخرج هذا الصوت من الأحبال الصوتية والحنجرة، يسبح الله أو نتكلم بهذه الصورة، هكذا يكون تسبيحنا،
لكن الجبال ما عندها لسان وعندها لها طريقة أخرى خاصة فيها تتناسب مع حجمها، تتناسب مع طبيعتها، تسبح الله سبحانه وتعالى بالصورة التي يعرفها الله ولا نعرفها نحن. حتى الشجر، حتى الجمادات، والنجم والشجر يسجدان. احنا نشوف الشجر وهو يسجد، ما نشوف، لكن ايضا يسجد كما ثبت في الآية. احنا سجودنا ننزل الى الارض ونضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين على الأرض، هكذا سجود نحن البشر. لكن كيف يكون سجود الشجر؟ هذا خاص فيها. كل شيء يعبد الله أحبتي في الله، كل شيء يعبد الله. فالجبال هذه إذا سمعت قراءة داود عليه السلام خشعت وخضعت. وبعض قلوب البشر هذه اللي من دم ولحم لا تخضع ولا تخشع لسماع القرآن الكريم. سبحان الله. ومن معجزاته أيها الأحبة الكرام أن الله سبحانه وتعالى ألان لداود الحديد وجعله في يده مثل العجينة. هذا الحديد الصلب القوي اللي اليوم ما نستطيع أن نغير فيه شيء بسيط إلا لما ندخله المعامل ومصانع الحديد والصلب ونعرضه على درجة عالية جدا من النار والطرق وغيره حتى نستطيع أن نشكل منه شيء بسيط. لكن داود سخر الله له الحديد، فما أن يمسك الحديد إلا تلين تلين في يده كأنها غصن شجرة، ويشكلها مثل العجينة كما يشاء وكما يريد، لا يحتاج نار يوقدها ولا يحتاج إلى مطرقة يطرقها أبدا. ولذلك أحبتي في الله قال الله سبحانه وتعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات. سابغات دروع، دروع تكسو الجسم، تكسو مناطق الخطورة، الصدر والبطن، سابغات أي كاسيات. أن اعمل سابغات وقدر في السرد. السرد هو النسج، أن ينسج هذه الدروع أي يدخل الحديد في الحديد ويرتبها وتصبح منسوجة كأنما هو نسيج قماش. ولكن قدر، لا تجعلها صغيرة وخفيفة جدا فلا ترد الضرب وقد يظهر جزء من الجسم، ولا تجعلها كبيرة وضخمة وثقيلة فيثقل على الفارس والمقاتل أن يتحرك، بل قدرها، قدر في السرد، قدر في النسج وفي الصناعة. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هكذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف أعطى داود هذه المعجزة أحبتي في الله. وكما قال سبحانه وعلمناه صنعة لبوس لكم، الدروع، لتحصنكم من بأسكم، من قتالكم بعضكم مع بعض، فهل أنتم شاكرون؟ الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله شاكرين بإذن الله. أيها الأحبة، بهذه المعجزات وبتلك الشدة والقوة والحكمة التي كان عليها داود ثبت الله له الملك وأخضع الله له بني إسرائيل جميعا. لذلك يقول الله سبحانه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أخضعهم بقوته وبحكمته. ثم أنه كان عليه السلام كثير العبادة، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الذكر، حتى أن الحديث ورد في الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ما يفر من الزحف، ما يتراجع ولا ينهزم في القتال، بل يقبل ويقاتل. وكان بهذه العبادة صلاة وصيام، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم،
ويصلي الليل ويرتاح ينام ثم يقوم يصلي وهكذا. ثم أنه أحبتي في الله حصل له موقف وقصة مع الرجلين اللذين تسور عليه المحراب. داود كان له محراب، مكان عبادة يتعبد فيه في بيته وقصره، وإذا دخل هذا المكان ممنوع أحد يدخل عليه، يبلغ الجميع لا أحد يدخل، يعرفون إذا دخل داود هذا المكان عليه السلام ما أحد يدخل عليه أبدا وممنوع الدخول عليه أبدا. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. اثنين، بينما كان داود عليه السلام جالس في محرابه يتعبد ويقرأ ويدعو ويصلي ويسجد ويركع، وإذا باثنين يدخلون عليه من السور، لأن الأبواب ممنوع أحد يدخل منها، فتسوروا عليه فجأة وإذا بهم عنده، فتفاجأ بهم فزع منهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، هدي نفسك ولا تخف، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. عندنا مشكلة وعندنا قضية، احنا اثنين متخاصمين، واحد ظلم الثاني، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. احكم بيننا بالحق والعدل، هذا تنبيه ينبهون داود على هذا، ولا تشطط، لا تنحرف في حكمك، لا تظلم أحد في حكمك، بل اعدل. الآن قصتهم ما هي؟ هؤلاء الاثنين، قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب. واحد عنده 99 نعجة، واحد عنده نعجة واحدة، فهذا صاحب 99 نعجة يخرج كل يوم بنعاجة إلى المرعى، وذاك عنده نعجة واحدة يخرج فيها بعد، فقال: تعال بدل ما أنت تطلع وأنا أطلع، تعال يبقى أعطني هذه النعجة، أعطيني هذه النعجة، أضم هذه النعجة إلى نعاجي وأخرجها جميعا إلى المرعى وأنت تستريح. فقبل الأخ هذا أن يعطي أخي هذه النعجة الواحدة حتى يخرجها مع نعاجه فيرعاها. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا داود عليه السلام سمع من طرف واحد وحكم من طرف شرح، قال: هذا ظلمك، سمع من واحد منهم فقط لما شكى إليه ولم يستمع إلى الآخر واستعجل في إصدار الحكم. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فانتبه، انتبه النفس داود عليه السلام أنه حكم قبل أن يسمع الطرف الآخر، حكم بسماع واحد فقط مع أن اثنين المختصمين كانوا موجودين عنده، سمع من واحد وأصدر حكم. انتظر حتى تسمع من الجميع، لكن داود عليه السلام سمع من واحد فاستعجل. وهنا قال الله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. على طول بنفس اللحظة لما تذكر أنه استعجل في الحكم وأصدر الحكم قبل أن يستمع من الطرفين، خر راكعا لربه وأناب، أي عاد إلى الله وتاب واستغفر مما استعجل. قال الله سبحانه وتعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. غفر الله له ذلك الأمر الذي استعجل فيه عليه السلام، ثم أن له عند الله عودا حميدا ومنزلة طيبة وحسن مآب عند الله، أي أن الله ما تاب فقط عليه بل يكرمه أيضا على نبي. ثم أنه أحبتي في الله، جاء التوجيه بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام، إذ يقول جل وعلا:
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا أيضا بعد هذه القصة جاءه توجيه من الله أن يا داود جعلناك خليفة في الأرض تخلف بالأرض عمارتها ولتثبيت العدل فيها فاحكم بين الناس بالحق. هذا توجيه لكل إنسان يملك أحد تحت يديه حتى لو كان نفر واحد، حتى لو كان رب أسرة، حتى لو كان مسؤول بسيط في إدارة أو في قسم أو في وزارة، أن يحكم بين من يليهم، يحكم بينهم بالعدل ولا يتبع الهوى، لا يتبع مزاجه على كيفه، لا، في شرع موجود. ولذلك كان هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام. ظل داود بعد ذلك أحبتي في الله وعاش الناس في عهده في أمن وأمان وعدل واطمئنان. ثم أنه عاش عليه السلام مدة من الزمن حتى دنا منه الأجل وتوفي عن عمر يناهز 100 سنة وعمره الحقيقي 60. مات عمره 100 سنة وعمره الحقيقي 60. شلون هذه؟ كيف يعني تأتيها؟ ها؟ عزيزي المستمع ايش رأيك؟ مات عمره 100 سنة وعمره الحقيقي 60 سنة. في حسابات غير يعني سنوات غير ولا شو القصة؟ خلوني أقول لكم شو صار. داود عليه السلام لما مات كان عمره 100 سنة وعمره الحقيقي 60 سنة. كيف حصل ذلك؟ حصل من زمان، من أول عهد آدم عليه السلام. تذكرون أول قصة آدم؟ وتكلمت في هذه القصة لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم، ثم أن الله سبحانه وتعالى أخرج من ظهره ذريته، أخرج من ظهر آدم ذريته ورأى منهم شخص له وبيص أي لمعان بين عينيه في جبهته، فقال من هذا؟ قيل له هذا من ذريتك يأتي في آخر الزمان، هذا نبي الله داود عليه السلام. فقال آدم كم عمره؟ قيل له عمره الذي سوف يعيش 60 عاما. هذه قصة 60 سنة، عمره 60 عاما. فقال آدم عليه السلام، يعني شافها قليلة، قال آدم عليه السلام فزده من عمري 40 سنة. عطى شوي من عمري 40 سنة، خلي كمل 100. وآدم عليه السلام كان عمره 1000 سنة، 1000 عام. عاش آدم عليه السلام 1000 عام في هذه الدنيا. الله أكبر، سبحان الله. آدم لما جاءه ملك الموت كان عمره عليه السلام 960 سنة وهو يعرف عمره. الله سبحانه وتعالى أطلع على عمره فقال لملك الموت باقي لي 40 سنة. قال الملك الموت نسيت يا آدم، أنت وهبت 40 سنة لواحد من ذريتك داود عليه السلام، نسيت، فتذكر هنا. ولذلك هكذا آدم أعطى من عمره 40 سنة لداود فتم عمر داود 100 سنة. ولموته قصة. ما هي قصة موت داود عليه السلام أحبتي في الله؟ روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام، هذه الآن قصة موت داود نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا. قال صلى الله عليه وسلم كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال
فخرج ذات يوم وقلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، الأبواب مسكرة، وطلعت زوجة داود عليه السلام داخل البيت، وإذا رجل في وسط البيت موجود، الأبواب مغلقة وكشيء مغلق، وما أحد يجترئ يدخل على داود، الناس كلها تدري أن إذا مو موجود ما أحد يقترب من بيوته أصلا. فما الذي جاء بهذا الرجل؟ فقالت امرأة داود عليه السلام، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود. قالت ليجي داود يفضحنا. فجاء داود فإذا رجل قائم في وسط الدار، رجع وإذا رجل موجود في الدار، فقال له داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب. الله، سبحان الله. فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله. نبي يريد لقاء الله سبحانه وتعالى، يريد لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الملك الموت قال: أنا الذي لا أهاب الملوك، ما أحتاج أني أدخل بإذن ولا أخاف أحد أبدا، ولا أمنع من الحجاب. فقال بعد ذلك داود عليه السلام: مرحبا بأمر الله. ثم مكث، يعني فترة بسيطة جدا، حتى قبض. قال: ثم مكث حتى قبضت روحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس. طلعت الشمس شديدة وقوية، وكان عنده أبناء، وواحد من أبنائه يقص النبي صلى الله عليه وسلم قصة، قال: فقال سليمان للطير، سليمان أحد أبناء داود، فقال سليمان للطير: أظلي على داود، فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض. من كثرة الطيور التي أظلت على داود عليه السلام لما أمرها سليمان أصبحت الأرض مظلمة. ولذلك قال سليمان للطير: اقبضي جناحا، يعني مو كل طير يفرد الجناحين، لا، يفرد جناح ويقبض جناح حتى يجعل شوية ضوء أو نور يدخل على الأرض، نشوف بدل هذه الظلمة من كثرة الطيور. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا كيف فعلت الطير، يعني حركة الطير اللي سوتها، بدل ما تفرد الجناحين يعني فردت جناح وجناح الآخر ضمته. يقول: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، مد يد وقبض الأخرى على الجنب، حتى يري الصحابة كيف فعلت الطيور عندما أظلت داود عليه السلام. وهكذا أحبتي في الله وصلت بكم إلى نهاية قصة داود عليه السلام،